دين. وزير الخارجية السعودي يؤكد خلال اتصال مع البرهان وحمدتي على أهمية العودة للاتفاق الإطاري. إذن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالين هاتفيين مع كل من الفريق عبد الفتاح البرهان ومع الجنرال محمد حمدان دقلو حمدتي، وبالطبع يؤكد على دعوة الأطراف السودانية للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.